خير؟ شو لوين رايحه؟ بدي اشوف جهاد. بس ما تكوني عم تخفصي مثل عادتك جوري، انت وهديك الملعونه اذا بتفكروا تعملوا شي من ورا ظهري ما رح يصير خير بنوب. انا الكبيره لهيك من واجبي نبهك. مالي خلق لمواعظك يولا، ما بتقدري لمره وحده تكوني اخت. غبيه. عمر اذا صار شي لعاكف شو بدي اتصرف؟ طيب شو اذا طلع ميت؟ لو ميت كنا لقينا، هاي رحنا وتاكدنا انه ما في حدا. يمكن الزلمه ما طلع لحاله واجا شي حدا ساعده، او هو عم يطلع وقع بالبحر، كل شي ممكن. ليك عمر، انا لما طلعت كان عاكف غرقان بدمه، يعني اكيد ماله قدران يوقف على حاله. تولي بحاجه تفكري بهالطريقه هي؟ انا حكيت مع سليم وقلت له يفتل على كل المستشفيات وحده وحده الصبح الا ما يجيب خبر عنه. يلا انت روحي نامي وارتاحي، بخبرك اذا صار شيء. عمر شكرا على كل شيء، انا ممنونتك كثير. وينك مجد؟ بس بدي اياك ما بلاقيك. مجد وينك؟ من امبارح عم بتصل فيك خطة خارج التغطية، كنت بدي اقول لك على اللي صار. تولي بالظاهر انها قتلتها لعاكف، سمعتها هي وعم تحكي مع عمر. طيب اطلعي بنحكي بالسيارة. لمين هالسيارة مجد؟ يلا اركبي جوجو مو شغلك. نحن لوين رايحين؟ يعني ما بدك تبطلي هالعادة جوجو، بتضلي تسألي؟ يا الله شو بتسأل؟ جبت لك معي ضيفة. عاكف بيك؟ شو اللي عم يصير؟ مجد الفضل إله، لأنه أنقذني بالوقت المناسب. لا العفو، إنسانيتي خلتني أعمل هيك. في شي؟ توليب خانة وفكرت أنه موتتني. بالله جد؟ توليب مفكرة أنه موتتني؟ سمعتها هي وعم تحكي لعمر بيك. معناها بتكون خايفة. ما رح أقول إني زعلان عليها. وليش لتزعل؟ إذا هي تركتك تموت ومشيت، يعني لو تأخرت أنا دقيقة بس أو اعتبرني ابن حرام، شو كان صار؟ كنت هلا عم تسبح مع السمكات. شكرا مجد، ما رح انسالك هالمعروف. عم احكي من شانك انا. انت طلبتي مني ما احكي لحد عن التسجيل الصوتي اللي معي، بس لاحظت انه عاكف بيك ضايق نفس العذاب تبعك، لهيك حكيت له. صحيح جوري، شو عم تفكري تعملي؟ ليكي جوري، اندمت لاني خدمت جاهده وتوليب بخطتهم الحقيره. ما بعرف إذا فيكي تسامحيني، بس أنا مديون لإلك باعتذار، وتأكدي رح دفع الثمن غالي كل اللي كان السبب. خلوني أتملكن عرض، شو رأيكن إنه كل الأشخاص اللي أزوكن وأزوني بنفس الوقت نعملن درس قاسي؟ أنا ما بحط إيدي بإيدك عاكف بيك. بتفهم موقفي، طبيعي ما تلصقي فيني، بس على الأقل ساعديني بشغلة، وهي إنه ما تحكي لحدا إنك شفتيني أو بتعرفي مكاني، وهيك منكون عم نلعب فيهم وأنت عم تتفرجي وتردي حقك. إذا هيك ما في مشكلة. أنت طلعي من القصة، بس صدقيني كل دمعة نزلت من عيونك بسبب رح طالعة من عيونهم عامس. بكرة بتشوفي. تفضلوا أمروني. توليب سباهي موجودة هون؟ ايه هون. بخصوص شو جايين؟ ليش حضرتكم طالبينا؟ جايين ناخد أقوالها بخصوص قضية. طيب تفضلوا. توليب خانم. خير خالدة. عناصر من الشرطة بدهم يحكوا مع حضرتك.
تفضلوا. أهلين، تفضلوا، كيف فيني أخدمكم؟ أنت شو عم تعملي هون؟ بدي أشوف توليب خانهم لأسألها بخصوص الشغل. عاكف تورغوت مفقود، وإجينا نسألك عنه. يا ترى وين ممكن يكون؟ كيف اختفى؟ يعني يا ترى شو صار معه؟ وصلتنا أخبارية عن اختفائه امبارح بالليل. فتشنا بيته واليخت ما لقينا أي شيء، بس شفنا آثار دم باليخت. يا الله، بس ما يكون متأذي. عرفنا أنه امبارح كنتوا سوا، وبعدين بوقت متأخر تركتيه. ايه مزبوط، أنا وعاكف كنا سوا امبارح باليخت، قعدنا وشربنا كاس وحكينا بالشغل، وبالتحديد كنا عم نحكي بآخر تفاصيل افتتاح الأوتيل تبعه، بس أنا قبل ما يتأخر الوقت رجعت على البيت. طيب صار شي لفت انتباهك؟ كيف كان وضع عاكف بيك؟ والله كل شي كان طبيعي بدون مشاكل، حتى عاكف كان رايق أكثر من العادة، لهيك صدقوني أنا فعلا مصدومة بالخبر. يا خانم، حضرتك تحت الإقامة الجبرية، وكونك أنت آخر حدا شافه قبل ما ينفقد، ما فيك تغادري البلد، وممكن ناخد أقوالك مرة تانية. ليش لا؟ طبعا، بأي وقت فيكن تسألوني. أهلا وسهلا. شكرا. شكرا. تفضل. توليب خانم، مشغول بالي عليكي، إذا بدك شي أنا جاهزة. شكرا. مرقت لحتى أسألك سؤال، بس الظاهر الوقت مو مناسب. إيه، إذا احتجتي لأي مساعدة شو ما كانت أنا تحت أمرك يا خانم. شو إلك؟ إنك تستمر بإجراءات افتتاح الأوتيل فكرة عظيمة، منيح خطرت لك، ما لازم تخلي الشكوك تدور حواليك. ليش لهلأ ما رحتي على الشغل؟ اجيت من شوي حتى أسألك إذا فيني أخذ إجازة بعد إذنك. بكرة عنا افتتاح أوتيل عاكف بيك، وبدياك تكملي كل الإجراءات المطلوبة، يعني طلبك مرفوض. توليب خانم، من شوي الشرطة قالوا لحضرتك إنه عاكف بيك مفقود، كيف رح يتم الافتتاح بهيك ظرف؟ لهلأ ما إجانا أمر نلغي شي، لهيك رح نعمل المترتب علينا، أما الباقي بيقرره شريكه لعاكف. توليب خانم، اللي صار لازم يخليك توقفي المشروع، ولهالسبب أنا ما بدي كمل أبدا. أنتي ما إلك حق بإنك تقبلي الشغل أو لا جوري. القصة مو قصة شغل توليب خانو، بس إذا شفت عاكف يمكن يجي عبالي أضربه على راسه وموته. أنتي رح تشتغلي الشغل المطلوب منك بدون ما تضيعي وقتك بشغلات ما إلك فيها، وهلأ أعملي اللي قلتلك عليه، رح أمرق المثل عندك وشوف شو خلصتي. طيب مثل ما بتأمري حضرتك. جاهدة خانم، اليوم اختي سيلين تعرضت لمشاكل من ورا حفيدك، لهالسبب لو سمحتي قولي له يبعد عن اختي. شو صار لك جوري؟ انت كيف بتحاكيني بهالطريقة جوري؟ عفوا، انا ما كان قصدي اقلل من احترامك بالمرة، بس هي اختي كمان مجبورة احميها، مو هيك؟ شو هالوقاحة هاي اللي حكيت فيها؟ معقول ما عم صدق أنا؟ طولي بالك بس لأخلص من هاي المشاكل، أنا رح حطلها حد وعلمها الأدب. توليب خانم، عمر بيك بده يحكي مع حضرتك. طلعي. ألو عمر؟ تمام. شو عم يقول؟